وفي تصريح لمركز الأخبار أوضح السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أوضح آلية تطبيق قرار إغلاق المحال التجارية والصناعية من قبل الوزارة تنفيذا لقرار اللجنة التنسيقية والفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا. وزارة صناعة التجارة والسياحة تعمل بشكل مستمر على مواكبة تنفيذ القرارات المستجدة وصادرة من اللجنة التنسيقية، وفي هذا الشأن عملت الوزارة باتجاهين: الأول بشأن آلية تطبيق القرارات، والثاني تخطيط للرقابة الفاعلة للتأكد من سريان التطبيق والإجراءات النحو الصحيح. فمن حيث التوعية تم إعداد حوالي 40 استفسار وسؤال من الأسئلة الأكثر شيوعا على أصحاب المحلات التجارية لفهم القرارات وآلية تنفيذها بشكل صحيح وتفصيلي. وتم نشر الأسئلة على مواقع التواصل الخاصة بالوزارة، منها الموقع الإلكتروني وبعض المواقع اللي ممكن المرتادين يتواصلون عليها. كما أن طاقم إدارة التفتيش يعمل بشكل حثيث على تلقي الاستفسارات بشأن القرارات والردود عليها بشكل مباشر.